لا لا انتوا كدابين. ايوه كلكوا كدابين. عثمان ما ينفعش يموت. عثمان ما ينفعش يموت. لا 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 استغفر الله العظيم. صلي على النبي في قلبك يا بهجه. ما تعملش في روحك. اسكتي انت يا غبيه. اسكتي خالص. سالم اوامر معالي. انت فين يا سالم؟ اهو يا معالي. انت مش قلت انه فاق بقى كويس؟ حصل سعد. امال في ايه تاني؟ الراجل ده كان بيتكلم معايا زي الرهوان وفجاه قطع النفس وسلم الروح في ثواني. وسلم روحه ليه؟ اشمعنى هو اللي سلم روحه؟ عثمان ما ينفعش يموت. لا لا انا ما اقدرش. ماذا؟ سعد الباشا. سعد الباشا رد عليا يا باشا. رد عليا. الله يستر. دكتور ما ينفعش كده. بسرعه رد عليا يا باشا. الو ايوه دكتور بسرعه. دكتور عاطف بسرعه. سيب اللي في ايدك وتعالى بسرعه ارجوك. سعد الباشا سالم. ايوه باشا. اقفل السكه. انا مش عاوز دكاتره. مش عاوز دكاتره. بس سعادتك انت مش عاوز زفت. مش عاوز زفت. انا خلاص انا بقيت كويس. كويس قوي. انت بتعيطي ليه غبية؟ انت بتعيطي ليه؟ ما خلاص 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 انتهينا. اللي يموت يموت. خلاص اللي يموت يموت. وبعدين انت ايه اللي موقفك كده؟ انا مش قلت لك 100 مره رجلي دي ما تعتبش مكتبي ابدا؟ انت مكانك في اوضتك او في الجنينه. غوري من وجهي. غوري غوري. عثمان ليه يا عثمان؟ حد زعلك في حاجه يا عثمان؟ ليه؟ سالم افندم. أنا عاوز أشوف الكلام حالاً حالاً. فاهم يا سالم؟ عاوز أشوف الكلام فوراً. متتعافاش قوي يا ابو خطوه. العربيه تقيله. اصبر الكريك زمانه جاي. انا المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. انتوا على قلبكم مراوح. على ما تيجي المسائل يكون المساء راح. ربنا يديك الصحه يا ابو خطوه. يلا ده ولا ايه؟ هو هيعمل ايه الجدع ده؟ سيبه اياكش يفطس. الله يخرب بيت. يا الله الله اكبر عليك يا ابو خطوه. الله بوش يا الله يا ويه. يا عدوي. ربنا معاك يا اخوي. معاك بيه. قشطة عليك يا محروس. خلي بالك يا اخوي. شد حيلك كده. يا سكرين صدق الله. عينك عالت برد يا واد. عينك حلوة. الله يدور عليك يا ابو خطوة هاني. يا خلاص يا عم انت هتقضي يوم في المحطة ولا ايه؟ خلاص؟ خلاص يا ابو خطوة. تسلم ايدك يا كبير. انزل. الله يحييك. الله اكبر عليك يا ابو خطوه. الله اكبر. يا تسلم ايديك يا ابو خطوه. دي كانت هتضيع اليوم كله وشقى اليوم كله يا ابو خطوه. تسلم يا غالي. خلاص يا عم محمود عشان انت بس ما تصدعنيش. الله يبارك لك. شكرا يا صاحبي. تعالى يا محمود. تعالى استريح شويه يا اخويا. تعالى ربنا يحفظك. تعالى تعالى يا حبيبي استريح شويه. تعالى اتفضل. تعالى تعالى يا محمود. تعال. ربنا يعطيك العافية يا رب. هنا اقعد اقعد يا حبيبي اقعد. وعندك واحد سكريات عشان العرق والضغط العالي. ايه ده يا عم؟ هو لازم يعني نجرح الورقة في ساعتها كده؟ عيب عليك. عيب عليك يا ابو خطوة. صباح الفل. ايه عليك؟ ألف. أنا يابا
الله عليك والله ده. طب ما نخش فيها 50-50. يا محروس خلي بالك من روحك، ده الناس عينيها تفلق الحجر وانت نجمك خفيف. الله اكبر عليك. والله بس على انت اللي دمك خفيف. طب اقطع درع المكسور ده وارميه قدامك ان مكان الواد ده بيتعاطى. يتعاطى يا سامبو؟ تتهبلت؟ منشطات يا ريس، منشطات زي لعيبه الكوره والعيال بتوع الحديد والمجانس والحاجات دي. شفت الواد لما رفع البيت؟ يا عم يطفح اللي يطفحه، المساله مش في دراع الواد ده يا سامبو، المساله في القلق اللي وراه. واحنا هنفضل بقى واقفين حالنا عشان الوهم اللي في دماغك ده حمصه. وهم يا سامبو؟ اه وهم. هو حسن شومان ده اهبل ولا عبيط عشان يشغل كارت محروق زي ده واحنا عمالين نطير شغل من ايدينا بالعبيط؟ بالعقل بالعقل يا سامبو، نعقل شويه نكسب كتير. اكتر من كده حماصه، ده انت مطير من ايدك بقى الترامادول فرنساوي تملى اجزخانه وبرخص التراب يا جدع. هترجع هترجع سامبو. يا عم ابراهيم خضتنا يا راجل، حرام عليك. وانا قلت بقى الموضوع كبير وهاجي اعمل عليك دكتور. يعني هو كويس يا دكتور؟ بسم الله ما شاء الله صحته زي البوم، احسن منكم كلكم. مسك انت بس الخشبه صفية. الحمد لله. الحقيقه يا دكتور انا مش عارف ايه اللي حصل لي. اللي حصل ان انت بتدلع شويه، ظهر كده ان الاولاد انشغلوا عندك فقلت بقى تشوف غلاوتك عندهم. لا ابدا، انا حسيت ان انا دخت واتفصلت عن الدنيا خالص. اتهيأ لي والله يا دكتور ان انا مت. ما هو ده طبيعي برضه بالنسبه للمجهود اللي بتعمله عم ابراهيم. ده المدام قالت لي ان انت كل يوم بتسافر من الفجر ما بترجعش غير بعد العشاء. اعمل ايه؟ النصيب يا ابني. الاداره التعليميه ما لقيتش حد في الاداره كلها تستقوى عليه في المدرسين غيري انا. تصدق حضرتك ودوني في مدرسه في بلد اسمها شبرخيت في محافظه البحيره. فشو بقى التعب اللي بشوفه وانا رايح المدرسه وانا جاي من المدرسه وعندي جدول 3 ايام في الاسبوع. ربنا يقويك، ربنا يقويك يا عم ابراهيم ويديك الصحه. بص بقى انا على العموم كتبت لك شويه مقويات دي هتاخدها في موعدها. دي بقى يا سيدي هتخليك تلف في مصر كلها على رجل واحده وما تقولش اي ولا محروسه ابو خطوه. الله يخليك الله يخليك يا ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا بت. اتفضل خد ايدي يا بت. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل. متشكرين يا دكتور، ربنا ما يحرمنا من تعبكم، ربنا يخليكوا ليا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني كل اللي انا قلته مش صح، حتى اللي كتبته في الروجيتا مش مقويات ولا حاجه. امال ايه؟ ده كبسول مستورد بيتفادى اي جلطه في الشريان التاجي. صبتي يا ست ناديه ما تتخضيش، انا بقول بيتفادى اي جلطه مش بيعالجها، علاج وقائي يعني مش اكتر. ايوه بس ده معناته ايه يا دكتور؟ ده معناه ان القلب سليم والحمد لله، بس هو المشكله بيتعرض لضغط نفسي كبير الايام دي، لو استمر على كده ممكن يعمل لنا مشكله كبيره. دكتور الضغط النفسي بيخلص؟ ده يا حبه عيني ما بيلحقش ما بيلحقش يفوق من الضربه الا لما يلاقي الضربه الثانيه في وشه على طول. طمني ان شاء الله هيكون بخير يا رب. يا بابا يا بابا طب فهمني الله يخليك، انت كنت نازل من هنا كويس وزي الفل، رجعت ليه وشك متغير وسرحان؟ صدقيني يا بنتي مفيش حاجه، كل اللي حصل ان انا قعدت على القهوه شويه كده فقابلت واحد من صحابي فقعد يحكي لي عن الظروف السيئة اللي هو بيمر بيها، والظاهر والله أعلم إن أنا اتأثرت باللي هو قاله لي فحصل لي اللي حصل لي. قهوة إيه يا بابا يا حبيبي؟ أنت عمرك ما قعدت على أهم. بابا أنا حاسس إن في حد مضايقك في المنطقة اللبش دي. يا ولد يا ولد عيب تقول الألفاظ السخرية دي، وبعدين ما ينفعش قدام إخواتك البنات. حضرتك بس قول لي مين اللي مضايقك وأنا هدبولك علقة وربنا موتهولك. يا دي العلقه والمصارعه والحديد اللي بوظ لك دماغك. يا ابني اهدى مش وقته. ايه يا ناديه اتاخرت عليا يا ست الكل، حسبت الدكتور خلاص؟ دكتور ايه يا ابراهيم؟ هو ده دكتور؟ ده ملاك من السما. على رايك الابتسامه بتاعته والله ترد الروح. يا ريتها جت على الابتسامه وضحكته الحلوه. الراجل حلف ما ياخد مليم احمر وكمان خد مني الروجيتا وقال لي هبعت لك الدواء عشان ناقص بالسوق. معقول؟ معقول يا رب الناس دي لسه موجوده في الزمان ده؟ ده انا كنت فاكر ان التاريخ ردم عليهم ودفنهم من زمان. يا فعلا يا بابا
زي ما ماما وصفته وصف عبقري. هو فعلا ملاك،